السلام عليكم احبابي، كي داير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن حال. ان شاء الله اليوم غنقدم معكم هاد الدجاج هذا كيف كتشوفوا معايا في الصوره، اللي يكون خفيف ظريف، يعني ما كياخذش بزاف الوقت باش يطيب، وندير هاد الوقت صيفي، يعني اكله صيفيه 100%، بدون عطريه، شي حاجه معقده، يعني حاجه متوفرة في البيت وتقدر، يعني ما فيش العطرية بزاف اللي غدور في المعدة، يعني خاصة حنا دابا في الصيف كنبغيو شي حاجة خفيفة وتكون في نفس الوقت سهلة ودغيا كتوجد. هاد الدجاج هذا نوجدو لكم معكم بواحد الخلطة رائعة، وإن شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا المراحل اللي إن شاء الله غنقدو بها هاد البلا هذا. ونبدا معكم إن شاء الله بالمقادير. بالنسبه للمقادير اللي عندي هنايا الشعريه الصينيه، عندي جوج ديال الشعريه الصينيه، هما هادو. هاد لا ماركه اللي كنستعمل صراحه زوينه ديال الروز، حيت جوج منهم ها هما بحال هادو، خدي جوج بحال هاد الشعريه، خديت جوج منهم. عندي هنايا دجاج على حسب افراد العائله اللي عندكم، انا خديت دجاج من الفخاد من الصدر، يعني اللي عندكم قليو به. عندي هنايا الزيتون مقطع مع المصير، الحمض المصير مقطع، والكبده هنايا اللي درتها في الماء طايب، والثومه سلقتها شويه، صافي طلع فيها الغليه جوج غليات صافي، وتطفو عليها وتقطعوها. عندي زيت الزيتون بطبيعه الحال، وعندي هنا الربيع مقطع، قزبر ومعدنوس مقطع، وعندي بسيبيسه، وعندي هنا الثومه غبره، وواحد الضويمه تاع الثومه. هنا عندكم الثومه طريه تقدروا ديروا هنا الضويمه، غير نقاد بها الشعريه الصينيه. وعندي هنايا بزار، وهنا بصله كارمه. عندي هنا شويه ديال لامونطارد، وشويه ديال الصلصه الحاره اولا تقدروا ديروه هريسه، ولا مايونيز، وعندي الملح والخل ديال الحامض اولا تقدروا تعوضوه بعصره الحامض. صافي هذه هي المقادير اللي عندنا، نبداو على بركه الله. الكاسرول غندير فيها هاد الشعريه الصينيه، غنشحرها واحد شويه، غندير الشعريه الصينيه، غنزيد عليها الزيتون مقطع ومصير مقطع والكبده، غنزيد عليها الضويمه ديال الثومه. الا كانتكم عندكم الثومه طريه حسن ديروها، انا تقادت لي الثومه درت هاد الضامه. بالنسبه للثومه غبره غنديرها في الدجاج. غندير هنا شويه البزار، غندير شويه ديال السيبيسه، وغندير شويه ديال البصله بودره، وغندير بطبيعه الحال زيت الزيتون، وغندير الملح، ندير شويه الملح، ودرنا غندير شويه الصلصه الحاره، ماشي بزاف غير شويه. غنشحرهم مزيان فوق البوطه، واحد شويه تشحروا، غنقطع داك الشعريه الصينيه بالمقص شويه، وغنديرهم يتشحروا. من غير تشحروا غنزيد عليهم شويه الربيع، ونرجع معكم باش نوجدوا الدجاج ديالنا. بالنسبه للدجاج خديت هنا هذا اللون، غندير فيه الثومه غبره، وغندير فيه شويه الابزار، وهاد البصله بودر، غنزيد هنايا زيت الزيتون، غنزيد شويه ديال الصلصه الحاره او تقدر تعوضوها بالهريسه، وعندي غير شويه ديال الماء غنديرو، غنزيد هنايا شويه الربيع، غنخلي الاخر الفيرميسيل يتشحر، غنزيد الربيع، وغندير هنايا السيبيسه. هذاك زوينه كتجي، تقدروا ما ديروش بصله كامل، ديروا غير السيبيسه والمايونيز والصلصه الحاره كافيين. صافي هنا نضيف المايونيز، هنا واحد جهد معلقه كبيره عامره، غنديروا لامونطارد غير واحد معلقه صغيره ديال لامونطارد، غير جهد معلقه صغيره ديال لامونطارد، درت معلقه صغيره ديال لامونطارد، غنزيد هنا شويه الخل. بالنسبه للملح ما غنديروش في الدجاج، لان الدجاج عندي ديجا مغسول بالملح مزيان،
ما عنديش ملحه وفيها مسيره درت فيها الملحه صافي. هنا ندير شويه ازير، عندي ازير هنا طري، لما كانش عندكم طري تقدروا ديروا ازير ناشف يعني يابس. هيدو هاد العريشات ما نديروش العود على العريشات ديال الازير، هاد كيجي رائع صراحه، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صافي هنايا كتبت بهذا القدر، صافي غنخلط هاد الخليط مزيان. انا قلت لكم راه السبيسه كتجي رائعه في الدجاج، تقدروا تكتبوا بها غير هي والمايونيز وزيت الزيتون صلصه حاره فقط، هذاك البصل البودر كيعطي ديك التزوينه. صافي هنايا بعد ما خلطت الطحين صافي نهز الدجاج ديالي وغندير ليه هاد الماريناد هادي مزيان، ندخل ما بين اللحم مزيان. انا محيده ليه الجلده، تقدروا ديروا نتوما بالجلده ديالو، انا فضلته هكذا يكون بلا جلده. صافي و داك درت هاد اللحم، هاد الدجاج درت فيه شقق بحال شقق درت فيه واحد الفتيحات هكذا باش يدخل لي داك لا ماريناد. صافي و نكملو هنايا، مثلا ندير الدجاج ديالي كامل ونرجع معكم. صافي هنا الدجاج ديالي كله درت ليه عطريه ونخليه هنا على جنب، وناخذ الفيرميسي ديالي اللي شحرتها، هي شحرتها مزيان، غندير عليها هذاك الربيح. انا كنكتفي بهذا القدر، تقدروا ديروا بديروا ملون ديروا بديروا زعفران ديروا، انا صراحه هذه الخلطه هكذا بوحديتها كتجي لذيذه بزاف. صافي الخلط ربيع مزيان، تقدروا تزيدوا مزال شويه الهريسه الا بغيتوا، انا صراحه كبيره نزيد شويه الهريسه، هذا تقاد عليا ما كفانيش هذا الحار اللي فيه، غنزيد واحد شويه الهريسه، نزيد هنا شويه الهريسه نزيد واحد شويه هكا. صافي حتى كيعجبني الحار بزاف. صافي نتوما تقدروا صافي نخلطها مزيان وغنديرها في المول اللي فيه الدجاج. هاد الخلطه كتجي لذيذه بزاف، ان شاء الله تجربوها. انا درت الزيت ونقطع ديروا اللي بغيتوا، انا كتبت غير الكبده، تقدروا ديروا يعني القنصه القلب ديال كلشي اي حاجه بغيتوا ديروها ديروها. صافي نحيد هاد الدجاج هنا على جنب، ندير الفيرميسي هنايا. الدجاج ديالي نديرو مكترش كتر الماعن، نخدمو في بلاصة وحدة. صافي نجمع هادشي كامل. صافي الدجاج بعد الما بعد مدرت الفرنسيك نصف الدجاج ديالي، تقدروا تقطعوا الدجاج اكثر من هكذا. صافي صراحه درتو في هذا المول باش نقدمو ليه فيه هو بلا ما نزلو من هنا. صافي غنغطيه، غنخليه مغطيه بالورق الطبخ وندير ليه بابي الومنيوم من الفوق وندخلو الفرن يطيب ان شاء الله على عافيه. يكون الفرن سخون على درجه حراره 180 200 درجه، نخليه يطيب على خاطره ان شاء الله ونرجع معكم من بعد من يطيب الدجاج نعري عليه ونخليه يتحمر ونرجع معكم تشوفوا ان شاء الله الطبق النهائي ديالنا. والطبق ديالي بعد ما طاب وتحمر يعني حيت عليه ورق الطبخ وخليته يتحمر الدجاج، داك تجي كتجي داك الفيرميسي الشاربه داك داك لا ماغيناد ديال الدجاج كيجي رائع بزاف. طبق بسيط وخفيف وظريف في هذا الصيف هذا كنحتاجو بحال هاد الاطباق، ان شاء الله كنتمنى تجربوه، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. وقدمته غير مع يعني الشلاضه المغربيه ديالنا ديال المطيشه والبصله، كنتمنى تجربوه والاستحسان ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك، ولاول مره كتدخل القناه تشترك معي في القناه وتضغط على الجرس باش توصلوا كل جديد. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، بالسلامه عليكم، خليتكم على خير.